بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المتابعون، تستمر الانطلاقات وهذا شوطنا رقم 12. الشوط الثاني عشر ينطلق في هذه اللحظة، شوط خاص بالجذاع القعدان واندفاعه جديدة من اندفاعات ميدان الشحانية وتألق شعارات أبناء القبائل فيها في هذا الأسبوع الخامس ضمن موسمنا لهذا العام، عام 2014-2015. تواصل الأشواط وهذه المقدمة والصدارة في هذه اللحظة اللي يحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط غزيلان، علي بن مانع العجمي على المركز الأول والصدارة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط يندفع في هذا التحدي. هناك من الجانب الآخر ينطلق اسم جديد وهو ميعاد لحمد بن خجيم بن علي العذبة، والمركز الثاني، المركز الثاني هذا هو اللي يحتل المركز الثاني براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، والمركز الثالث، المركز الثالث شعار علي بن مانع العجمي على المركز الثالث ورابع المراكز. رابع المراكز يحتل في هذه اللحظة سراب لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، والمركز الخامس، المركز الخامس رقم 43 وهو الريال لجبر بن جاسم بن ربيعة الكواري. أيها الإخوة المتابعون، هذه الأسماء المندفعة والمنطلقة في هذا الشوط. هذا هو الشوط الثاني عشر ينطلق ويندفع في صباح هذا اليوم وانطلاقات هذه الشعارات المميزة من أبناء الخليج في هذا اليوم المميز الخاص بالجذاع. إذن هذا هو الشوط وهذه المقدمة، وهذا أحد ضيوفنا من دولة الكويت. نرحب بكل الضيوف. هذا غزيلان مانع مع مقدمة الشوط، شعار غني عن التعريف، شعار بمبارك غني عن التعريف، مشارك دائم معنا في ميدان الشحانية ممثلا لأبناء الكويت. هناك ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح، هذا هو المشارك الدائم معنا، يتقدم بمبارك وفالك الناموس، فالك الناموس المركز الثاني، المركز الثاني ينطلق، ينطلق في هذه اللحظة الريال قاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري ممثلا لأبناء الشحانية في هذا الشوط، والمركز الثالث من الجانب الآخر ظهور براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي مع هذا الشعار الجميل الذي ينطلق في هذا في هذه المقدمة. المركز الرابع لواب سعيد بن مانع أو سعود بن مانع بن عايض العبد الخوار على المركز الرابع، هذا هو المدون عندي. والمركز الخامس رقم 10 والباسل يصل، وشعار غني عن التعريف، شعار نعرفه هو شعار علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد، يحتل المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث ومن ثم إلى المركز الثاني. عودة إلى المقدمة، إلى مقدمة الشوط، إلى غزيلان أبناء الكويت وأيضا اسمه غزيلان وصاحب إنجازات هذا القعود، صاحب إنجازات يتقدم، يتقدم بن مانع العجمي مع مقدمة هذا الشوط باحثا عن تحقيق الناموس في هذا الشوط، في هذا الشوط لوحة اثنين، يعني عندنا كيلوين أمامنا، أمامنا وعن خط النهاية. المركز الثاني يحتل وينطلق فيه الباسل وسلالة الباسل علي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد مع المركز الثاني وتقدم براق لعنزان بن محمد بن عنزان النعيمي، هذا الشعار الجميل الأبيض الجميل في هذه اللحظة يتقدم وينطلق في المركز الثالث إلى الثاني إلى المركز الأول. أنتقل إلى رابع المراكز مخرجنا أحمد رقم 43،
نعم هذا هو اللي بالمركز الرابع على شاشة قناة الريان في الكادر الفوقاني، مخرجنا المبدع أحمد السادة، وهناك أيضا المخرج علي بوشارب، وأيضا المميز أشرف اليافعي وعماد الجرجاوي. لا ننسى أيضا متابعة الزملاء في الإخراج والمتابعة والنقل الحي والمباشر. يا سلام، رابعا رابعا يحتل الريان لجبر بن جاسم بالربيع الكواري. شعار أيضا يتميز بحضوره دائما في الأشواط الرئيسية، شعار الكواري. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق يا مالك الريان. خامسا رقم 39 الناموس، الناموس قدام يا باللخن، الناموس قدام هناك عند المركز الأول راشد بن محمد بن ناصر بن لخن. وبنقول لك الله يوفقك ويوفق اخوانك المشاركين، والله يوفق الناموس ويوفق للناموس كما يوفق الاخوان المشاركين. كل من هذه الشعارات المشاركة تبحث عن الناموس، تبحث عن كلمة الناموس وهي غالية وثمينة يا فهد يا بن حباب. المركز الأول، أعود إلى الشعار، شعار يحتل المركز الأول منذ انطلاقة الشوط. شعار بومبارك، شعار بومبارك أبناء الكويت. خلاص راح الكثير ولا بق إلا القليل يا بومبارك، حرك الحديدة شوي، خله يروح غزيلان. أهالي الكويت يتابعون، يتابعونك عبر الأقمار الاصطناعية على الهواء مباشرة، يتابعون غزيلان. علي بن مانع العجمي ينطلق شعاره، وصلوك الجماعة، وصلوك الجماعة. يا سلام، انطلق غزيلان، راح غزيلان في المركز الأول ينطلق في صدارة الشوط. شوف القادم، الشعار الأحمر القادم، الخطر قادم يا علي، الخطر قادم. وشاهين حمد بن محمد بن قعيس المري، وهو خطير، خطير للغاية، خطير خطير، ممثلا لأبناء الشحانية وصاحب إنجازات. هذا القعود أعرفه، أعرفه جيدا، صاحب إنجازات. ولكن المقدمة غزيلان، سلام الكويت، سلام الكويت، سلام مبارك، سلام علي بن مانع العجمي. فوز، فوز غزيلان، غزيلان بالمركز الأول. يا سلام غزيلان، ميدان الشهيد فهد الأحمد الصباح بالكويت مع فوز غزيلان. تهانينا، تهانينا على هذا الفوز المستحق مبارك، وهنيك الناموس على فوز غزيلان بالمركز الأول، تهانينا. والناموس المركز الثاني عنيد لعبد الله بن حم العامري، المركز الثالث شاهين حمد بن محمد بن قعيس المري، ورابعا يصل رعد لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الخامس وصل من يحمل الرقم 12 وهو الباز لمحمد بن حزام بن زيد بن ديله المري. إذا هذا هو الشوط وهذه مجرياته، وهذا الفوز المستحق الذي سجل مع غزيلان. غزيلان لحظة وصوله إلى خط النهاية أعلن الفوز. 8 دقائق، ثانيتين وأربعة عشر جزءا من الثانية، غزيلان علي بن مانع العجمي فاز بمبارك بهذا الشوط. تهانينا والناموس بمبارك. 8 دقائق 3 ثواني، 50 جزءا من الثانية، هذا صاحب المركز الثاني عنيد لعبد الله بن حم العامري. تهانينا والناموس لأشقائنا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وثالثا 8 دقائق 3 ثواني، 77 جزء من الثانية، هو شاهين لحمد بن محمد بن قعيس المري. تهانينا والناموس لجميع